بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة بعنوان داونر كاو سيندروم. Definition of داونر كاو سيندروم: It is a recumbency of animal and unable to rise again. يعني يسقط الحيوان ولا يستطيع الوقوف مرة أخرى. وتحدث عادة هذه الحالة أو السيندروم أو العرض نسميه في الحيوانات ما بعد الولادة أو أحيانا قبل الولادة. لذلك فإنه المسببات هنا متعددة. Causes before parturition, during 4 days after calving, during 4 to 14 days after calving, at any time ممكن أن تنصاب البقرة في أي وقت، وتحدث في حالات الميتابوليك ديستربنس اند ديفيشنسي، انفكشيوس ديزيزز، نون انفكشيوس ميديسينال ديزيزز، اند سيرجيكال اند اوبستريكال كوزز فور ريكومبنسي. إذن في هذه الجداول سوف نتعرف على المسببات. إذا كانت بيفور بارتوريشن، في هذه الحالة ممكن أن تكون المسبب بارتورنت باريسيس اللي هي الملك فيفر أو الهايبوكالسيميا، ممكن أن تكون غراستيتيناي الهايبومغنيسيميا، كيتوسيس نقص السكر، سيفير تورشن أوف يوترس with possible rupture of uterine artery، هايدروبس أوف ذا ألنتونز، septic metritis of pregnancy, dislocation of hip, sarcoiliac joint or fracture of a leg or pelvis. أما المسببات اللي خلال 4 أيام بعد الولادة، خلال الأيام الأربعة بعد الولادة، فهي again parturient paresis, grassitinae, ketosis, septic metritis, septic mastitis, rupture of uterus and diffuse peritonitis, traumatic gastritis with diffuse peritonitis, operatory paralysis, perineal nerve paralysis, dislocation of, or supplication of the hip or sarcoiliac joints, rupture of gastrocnemius tendon, degeneration of muscle cast with or without depletion, albuminuria due to primary nephritis. وهي ما دائما ما تكون rare. أما المسببات الثالثة فهي during 4 بعد 4 إلى 14 يوم بعد الولادة. المسببات ممكن أن تحدث septic metritis with or without retained placenta, septic mastitis, traumatic gastritis, depletion, orbitary paralysis, fracture, suppurative arthritis of knee, ketosis, parturient paresis, grassitinae, postparturient hemoglobinuria, albuminuria, nephritis, advanced severe pyelonephritis, degeneration of muscle. فنشوف هذه المسببات متداخلة مع بعضها. لذلك من تسقط البقرة وما تستطيع أن تقوم، ممكن أن نشخص هذه الحالة بأنه هي داونر كاو سيندروم. أما المسببات الأخرى اللي هي ممكن أن تحدث at any time، فممكن أن نقسمها إلى الميتابوليك ديستربنسز، وهاي نعيدها مرة أخرى، ممكن أن تكون هايبوكالسيميا، هايبومغنيسيميا، هايبوفوسفاتيميا، هايبوغلايسيميا، فيتامين إي ديفيشنسي، كالسيوم أند فوسفورس أند فيتامين دي ديفيشنسي، سيلينيوم أند فيتامين إي ديفيشنسي، بوتاسيوم ديفيشنسي، بروتين ديفيشنسي. هاي كلها مسببات نعتبرها ميتابوليك، يعني هنالك خلل بال أيضا المواد الغذائية، أو هنالك خلل بين الانبوت والاوتبوت والميكانيزم الخاص بالنيوتريشن ماتيريال. أما بالنسبة للانفكشيوس ديزيز، فممكن أن تكون هنالك مثلا أنثراكس، بلاك ليج، المسبب مالتها كلوستريديوم، ملجنت أديما، ميكوزال ديزيز، ممكن أن يكون هنالك أكيوت مستيتس، مسببات خاصة بعد الولادة، المستيتس كثير الحدوث خاصة في الأبقار العالية الإنتاجية، وإذا ما العجل ما رضع وفي راح يتجمع الحليب، راح يكون في الميديا أو وسط جيد لنمو الجراثيم. أيضا تكون last stage of tetanus due to generalized toxic generalized toxication.
ممكن أن تكون non-infectious medicinal diseases، مثال على ذلك رومن أسيدوسيس. أحيانا بعض المربين ينطون كميات كبيرة من المواد الغذائية خاصة المركزة الحنطة والشعير بعد الولادة، يعتقدون بأنه هذه جيدة بالنسبة للبقرة التي تولد جديد، لكن بالعكس هذه راح تسبب لنا إلى حدوث مرض الأسيدوسيس. ليفر سيروسيس نتيجة إصابة بعض مثلا أمراض طفيلية أو تعرضها لبعض المواد السمية، ممكن أن تكون ليفر أبسيسز، ممكن أن تكون last stage of pneumonia، last stage of pyelonephritis، acute circulation، traumatic pericarditis، TRP ممكن أن تسبب لنا أيضا generalized toxemia، severe starvation، severe thrust، leukemia، sunk stroke ممكن إذا خاصة بأيام فترة الصيف. أما المسببات الأخرى اللي هي ضمن at any time فهي surgical and obstetrical causes، ومثال على ذلك ممكن أن تكون bones broke or fracture، ممكن أن يكون joint arthritis especially knee of the hook joints، muscle ischemia، muscle necrosis، traumatic injury of the medial muscles and of tissue covering hip joints، nerves pressure or nerves especially orbitary nerve، وممكن أن تكون أحيانا التي تحدث لنا خاصة بمرحلة الولادة. pathogenesis بغض النظر عن المسبب ممكن أن تكون the prolonged compensancy، بغض النظر إذا كانت مسببات pre-parturation أو بعد parturation أو إذا كانت خلال 4 أيام أو خلال 4 أيام إلى 14 يوم أو إذا كانت المسبب at any time، فبهذه الحالة يكون هنالك رقود مستمر، والرقود المستمر يؤدينا إلى حدوث ischemic necrosis of major muscle of the hip limbs، راح يسبب لنا حدوث necrosis نتيجة نقص كمية الدم الواردة لهذه العضلات، وبالتالي خاصة السيمتينجيوس مصل و and مصل كودال to the stifle. بهذه الحالة راح يكون ضغط كل الجسم، مثلا الحيوان راقد على الجهة اليمنى، فراح يكون الضغط بكاملة على هذه الجملة على هذه الجهة وعلى هذه العضلات، وبالتالي راح يصير compression ضغط على of the muscle leads to، راح يؤدينا هذا الضغط إلى قلة الأكسجين الذي يصل إلى هذه العضلات، ويؤدينا إلى حدوث cell damage، وبعدها تحدث من حدث أنوكسيا، تشو أنوكسيا، حدث دمج بالتشو، راح يؤدينا إلى حدوث الانفلاميشن which cause swelling، the swelling causes a further increase in pressure، وبالتالي اللي يزيد لنا بعد الموضوع أكثر أو سوءا بالنسبة للحالة هي السياتيك نيرف، اللي راح يؤدينا نتيجة البرشر ونتيجة الالتهاب راح يصير عليه التهاب بي، راح يصير بي دامج and may contribute to downer. Downers occasionally remains somnolent or depressed suggesting some form of toxemia. أما بالنسبة للأعراض السريرية اللي نشوفها بحالات الداونر كاوس سيندرومز، فهي الكاوس which unable to stand after 24 hours and after 2 treatments are classified as downers. احنا نصنف البقرة إذا انطيناها كالسيوم، انطيناها مغنيسيوم، انطيناها جليكوز وما استطاعت البقرة أن تنهض وتعاود نشاطها مرة أخرى، فنعتبرها هاي بقرة تعاني من الداونر سيندروم. The animals are usually bright alert، يكون الحيوان نشط و bright but also appetite مالته تنخفض. The cow eats and drinks moderately well. Normal temperature and the heart rate may be normal or elevated to 80-200 per minute. Tachycardia بعض الأحيان with the arrhythmia occurs in some cows, especially immediately following the administration of calcium intravenously, and sudden death may occur. هذه الصورة توضح لنا التيبيكال داونر كاوس سيندرومز، كأنما جلسة الكلب وما تستطيع أن تقوم البقرة مرة أخرى، سيطر يعني على الأطراف الخلفية وتستطيع أن تقوم. هذه أيضا الصورة الأخرى تيبيكال، لكن هذه ممكن أن نعتبرها بالمراحل الأولى أو الستيج الأولى من داونر كاوس سيندرومز.
Econodification and urination are normal, but the proteinuria is common and indicated extensive muscle damage. كل ما يكون البروتين عالي في اليورين وفي البلاد فمعناها الحالة more worse لأنه حدث دمج كبير في أنسجة العضلات. Some affected cows may make no effort to stand, other will make frequently attempts to stand. يعني بعض الأبقار تحاول أن توقف لا مرة أخرى لكنها لا تستطيع بسبب الدمج الكبير الذي حصل في العضلات. وبهذه الحالة الصورة اللي قبل شوية شفناها شاهد بأنه البقرة تحاول أن تمشي وكأنما تسحب رجليها أو تسحب وتحاول أن تجر الأطراف الخلفية along with the ground both hind legs. In some cases the hind limbs are extended on each sides of the cow and each reach up to the elbows on each side. Complication may result such as mastitis, ulceration of the hook and elbow joints and traumatic injuries around the tubercoxia caused by the hip slings. أما بالنسبة للكورس للمرض كم فترة بقاء المرض It is variable مختلفة وتعتمد على المسبب المرضي nature وطبيعة الليجن والآفة وامتدادها كم امتدت هل هي ممتدة بصورة كبيرة فمعناها الحيوان راح يكون hopeless ولا يمكن علاجه About 50% of downer cows will stand within 4 days after a treatment if treated. The prognosis is poor for those which are still recumbent after 7 days, although some affected cows which down for 10 to 14 days and subsequently stood up and recovered. Death may occur with 48 hours or 72 hours, يعني يومين إلى 3 أيام following the illness and is usually associated with myocarditis. أما بالنسبة للديفرنشيال دايجنوسيس في هذه القائمة لتوضح لنا الديفرنشيال دايجنوسيس ميلك فيفر هايبومغنيسيميا سيفير توكسيميا اكيوت بيريتونايتس اند كوليفورم ماستايتس هاي دائما تكون البقرة راقدة بيها لذلك ممكن أن نتشابه لنا مرض الداونر كاو سيندرومز لكن الاختلاف بهذه الحالة هنا وجود الانفلاميشن عالي بحالة الأكيوت ماستايتس أو الكوليفورم ماستايتس ممكن أن تكون درجة الحرارة جدا مرتفعة فات كاو سيندرومز أيضا من الحالات اللي ترقد بها البقرة physical injuries acute hypokalemia وإنفيمورال فيفر اللي تكون أعراضها مشابهة إلى داونر كاو سيندرومز بالنسبة لعلاج الداونر كاو سيندرومز complete rest in ample place في مكان مريح يجب أن نريح البقرة وإزالة المسبب المرضي لهذه الحالة real cause fluid and electrolytes therapy including injection of electrolytes calcium, magnesium, phosphate tonics, potassium, vitamin E and selenium حتى نحاول أن نصلح الدمج اللي صار بالعضلات large quantities of fluid therapy by oral and parenteral route is indicated for cows which may not be drinking normal quantities of water. Polyvitamins contains vitamin A, B, D and E. Anabolic hormones as steroids, gonad hormones or other anti-inflammatory hormones like cortisone and its derivatives. Particularly if toxemia suspected cortagene vitamin B6 or dexatamonol bedding and clinical care and downer cow syndromes لازم يحطون البقرة يفضل استخدام سلينك ورفع البقرة أفضل مما أن نترك البقرة في وضع الرقود لأنه راح يؤدينا إلى حدوث مضاعفات وcomplication اللي ذكرتها سابقا Cow will either recover or not. Usually by 3 days, veterinary will know. If they recover, cow should given some more time away from the herd. If they do not, they must be culled. يعني يجب أن تنبت. Comfortable bedding. لازم نخلي البقرة في فرشة أو في مكان مريح نظيف. يتمتع ب environment جيدة.
ونقدم لها portable feeds and good quantity of water. A sand is the ideal ground surface which facilitates standing when downer cow attempts to stand. Massage of limbs may be successful especially for muscles. أما بالنسبة للcontrol لحالات downer cow syndromes, early detection and treatment of milk fever and causative agents. كل ما يكون التشخيص مبكرا خاصة بالنسبة للأمراض الأيضية والعلاج مبكر كل ما يكون نتجنب حدوث مرض الداونر كاو سيندرومز. أما بالنسبة للأبقار اللي في حالة الركمبنت should be treated as soon as possible, should not be delayed more than 1 hour. Dairy cow should be placed in a comfortable baited box stall prior to calving and should be left in that box stall until at least 48 hours after parturition in the events that milk fever develops. أما بالنسبة للبروغنوسيس أكو عندنا hopeful cases حالات قابلة للشفاء أو فيها أمل وحالات لا يوجد فيها أمل. الhopeful cases hind limbs are in usual position, animal attempt to rise. Only one hind limbs is separated laterally with adequate nursing. Mastitis and metritis are the cause of downer condition. Hopeless cases, severe nerve damage, a fracture and dislocation of hip joints. Both hind limbs are separated laterally, absence of voluntary movement of hind limbs. Cow unable to bear weight on its forelimbs. Thank you.